عاد المستوطن المتهم بحرق عائلة سعد دوابشة في قرية دومة في نابلس تمثيل جريمته في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تأتي لتهدئة الرأي العام بعد أن أشعلت صور حرق الطفل علي الدوابشة على أيدي مستوطنين إسرائيليين الرأي العام العربية والدولية. وقال نصر دوابشة شقيق الشهيد سعد دوابشة لرؤيا إنه وفي تمام الساعة الثانية من فجر اليوم اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته منزل شقيق الشهيد وحاصرت كذلك منزله ومنزل والده. وأشار الدوابشة إلى أن التوقيت الذي حضر فيه جنود الاحتلال هو نفس توقيت تنفيذ الجريمة بالضبط، مضيفا أن الجنود أحضروا المستوطن المتهم وبدأ بالتحرك وكأنه ينفذ الجريمة برفقة اثنين من المخابرات الإسرائيلية المقنعين وثلاثة آخرين كانوا يقومون بتصوير كل حركة يقوم بها المستوطن. قوات كبيرة جدا من جيش الاحتلال، حوالي 10 جبات عسكرية، شرطة وجيش ومخابرات وسيارات مخابرات، ومعهم سيارة مدنية بيضاء على ما يبدو أن فيها المجرمين أو المعتقلين اللي هم قاموا بعملية حرق منزل أخي الشهيد سعد دوابشة، ثم قاموا بتأمين المنطقة ومنعوا أي أحد من الاقتراب إلى المكان، وقاموا باقتياد أحد الأشخاص وهو كان واضح من بعيد أنه مستوطن، وكان هذا المستوطن يقتادوا اثنان من الشرطة الإسرائيلية، وتم اقتياده إلى مكان المحرقة التي حدثت، وهناك قام حسب اعتقادي بتمثيل عملية الإجرام والحركة التي قام بها.